في إطار الحفاظ على المحتوى المصري سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التلفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية، بدأت منصة ووتشيت الاستعداد لتحميل المحتوى الرقمي للمكتبة الرقمية للتلفزيون المصري، وذلك بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام. المزيد في سياق هذا التقرير. في مسعى جديد للحفاظ على المواد التراثية النادرة بالمكتبة الخاصة للتلفزيون المصري، وتزامنا مع التطور التكنولوجي الهائل، جاء إطلاق المنصة الرقمية ووتش إت بموجب البروتوكول الذي وقعته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الهيئة الوطنية للإعلام كخطوة كبيرة للأمام للحد من عمليات القرصنة على المحتوى الدرامي والبرامجي التي تتعرض لها المكتبة، وحفظ حقوق الملكية الفكرية وإتاحة نوعية جديدة من المشاهدة الممتعة للمشاهدين. بدأت ووتش إت الاستعداد لتحميل المحتوى الرقمي للمكتبة الرقمية للتلفزيون المصري، مؤكدة أن إدارتها لحقوق المحتوى الرقمي لمكتبة التلفزيون تأتي ضمن دورها كإحدى الشركات الوطنية وواجبها في الحفاظ على تلك الثروة. منصة ووتش إت لن تقوم بعرض أي مصنف فني دون التأكد من جميع المستندات التي تثبت قانونية الحقوق الرقمية من خلال لجنة متخصصة تقوم بذلك. مين؟ فؤاد المهندس؟ أنا خطير! أنا جدع! إطلاق المنصة الرقمية جاء متزامنا مع اتجاه شركات إنتاج المحتوى العالمية والقنوات المتخصصة في مختلف المجالات إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مماثلة، كما يتواكب أيضا مع عملية التطوير التي يشهدها التلفزيون المصري على مستوى إطلاق قنوات بشكل جديد وباستديوهات مزودة بأحدث الإمكانيات لخدمة المشاهد المصري وتقديم محتوى هادف. وبحسب متابعين، فإن إطلاق منصة ووتش إت ستسهم في دعم مسبيرو ماديا، وهو ما سينعكس إيجابيا عليه.